بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نستأنف معكم الحديث عن رحلتي في الحياة من كتف أمي، أو اللغة العربية من كتف أمي إلى كرسي الأستاذية، وما بينهما من أحداث وملابسات تحدث كثيرا في الحياة لأفراد قد لا يفهمون المغزى من ورائها، لكن هذه الأحداث هي اللغة التي يريد الله سبحانه وتعالى من عباده أن يتعلموها، وهي لغة الأقدار. الحلقة دي كنا نتكلم عن المرحلة الفاصلة بين الإعدادي والثانوي. فيها كانت الأجازة الصيفية هي أسوأ كوابيس أحلامي، وكانت حد فاصل بين مرحلتين. مرحلة الطفولة بما فيها من براءة وطهر وما تحتويه من نظرة إيجابية للحياة، وميل كبير لتعلم العلم والدين وأحكامه والاستماع لقصص الأنبياء. وبين الفترة اللي بعدها فترة التمرد والسقط على قدر الله وما يصحبها من ضنك العيش من ضنك العيش وكده وضيق الصدر ونكده. باختصار، الفترة دي من حياتي كانت البداية لفترة أخرى كئيبة طويلة ابتعدت فيها عن جناب الله سبحانه وتعالى، ازداد شقائي وكثرت معاناتي. بدأت الدراسة وأنا دخلت في مرحلة انعدام الوزن في الحياة، حيث كانت صحتي تتدهور بسبب النمو السريع في طولي وظهور الانحناء في العمود الفقري وما صاحبه من تشوهات في الظهر. لم أجد ملجأ أهرب فيه من نظرات الناس وألسنتهم الحادة وتعليقاتهم النافذة وكلماتهم الساخرة على هيئتي وشكلي الغريبتين. كانت كلمتهم بتنفذ إلى عمق أعماق أحشائي فتمزقها. سبحان الله، يعني إحنا كنا نعرف إن الأحشاء تمزق من الخارج بطعنها بسهم أو سكين أو ضربة سيف أو رصاصة، لكن ضيف إليهم حاجة دايما إحنا ما بناخدش بالنا منها، وهي الكلمات. ربما تمزق الأحشاء بصورة أشد مما تمزقه الآلات الحادة. كانت الناس بتنظر إلي كأني شخص قادم من وراء التاريخ، شكله غريب عجيب ما شافوهوش قبل كده. كنت دايما أتكلم مع والدتي، وكانت هي ملجأي الوحيد اللي أضمن فيه إن كلماتها مش هتجرحني. كنت دايما أقول لها يعني أمي، يعني هل أنا بشر زيكم ولا أنا مخلوق تاني؟ وكنت بأقسم عليها إنها تجيبني إجابة صحيحة. الحقيقة أسئلتي دي كانت بتفزعها، أسئلة كانت صعبة على الأم أوي، وكنت أرى دموعها بتتحجر في عينيها كلما ألقيت عليها مثل هذه الأسئلة. كانت أمي بتجيبني بعاطفة الأمومة وتقول لي أنت زينة البلاد، ده أنت مفيش زيك اتنين. فكنت أجاوبها وأنا ساخر، بالفعل مفيش زي اتنين. كانت الله يرحمها تتلوى من كلماتي، تتلوى من الحزن لما تسمع الكلمات ديت، وكانت بتهز راسها يمين وشمال تعبيرا عن عدم قدرتها
على الرد على هذه الأسئلة. يعني دلوقتي وأنا بكتب أو بقص هذه القصص، يعني وبعد وفاة أمي ب20 سنة، أدرك كم المعاناة اللي هي عانتها بسبب قسوة أسئلتي وردودي الساخرة عليها اللي استوحتها من كلمات الناس الساخرة وردود أفعال ونظراتهم الصعبة. كنت دايما ببحث عن العطف في أحلامي بعد ما كانت لغة القسوة هي أساس التعامل مع الآخرين، التنمر والضرب والسخرية. فكنت دايما أكتب كلمة كده على جدران البيت، كانت إيه يعني والدتي وإخواتي يعني بيحزنهم لما يروها. كنت بكتب أقول: ما أقسى الحياة إذ لم تطعم بالحب والعطف. كانوا حاسين إن أنا بكتب الكلمات دي بدموعي مش بالطباشير. حاولت إن أنا أتأقلم مع الحياة بالظروف الجديدة اللي طرأت عليا، حاولت أتأقلم وأنا حالتي الإيمانية قد تدهورت بشكل مخيف، وخاصة لما سيدي اللي هو جدي توفى وانقطع سيل التذكرة بقصص الأنبياء والصالحين اللي ربما نحس إنها مكررة، لكن هذا التكرار كان له أثر زي تكرار الطعام والشراب، كانت زاد للروح بتستقي منه لما تحس بالجوع النفسي. فبوفاة جدي انقطع هذا المدد. في نفس الوقت أمي انشغلت عني بقى بقية إخواتي، هي ضيعت معايا سنوات كتير، يعني كده 13 14 سنة وهي مشغولة معايا باستمرار، شيلاني على طول، قاعدة تسمع قصصي وأوجاعي ومش عارفة حالي، تعبت يعني وحقها. إخواتي بدأوا يكبروا وطلباتهم بدأت تزيد، دخلوا الجامعات، البنات كبرت بقت مراهقات لازم تتابعهم، وكنا عدد كبير من الإخوات 7 غيري، فكانت لازم توجه انتباهها ناحيتهم شوية، فكانت النتيجة إنها انشغلت عني وانصرفت ناحية إخواتي. بنفس الوقت إخواتي نفسهم بقى اللي كانوا يعني متعلقين بيا وبيحرسوني بدأوا هما كمان يشوفوا مصالحهم. إخواتي الكبار راحوا جامعاتهم في القاهرة، إخواتي البنات كبروا وبقوا يعني يافعات، والبنت حقها بقى يعني إيه تشوف تبص لنفسها وتشوف طموحاتها. إخواتي الصغارين كانوا لسه صغارين يعني ما كانوش يفهموا حاجة. صرت في الحياة كالأسود الطريدة. يعني انتوا لو تاخدوا بالكم الأسود الطريدة بتعيش ازاي لما تخرج من عشيرتها بتهيم على وجهها في الصحاري، كل أمنيتها إنها تلقى شجرة تنام تحتها علشان يعني تستخبى من الحر، أو إنها وهي ماشية تلقى جيفة لحيوان أو فريسة متاكل أكثرها، ما بقاش إلا العظام وشوية قطع لحمة، فتقعد تشترك مع النسور والجوارح اللي بتقطعت على الفضلات إنها تاكل فقط عشان تعيش وتقضي أيامها الأخيرة منتظرة الموت. أنا كنت بالظبط زي الأسود الأسيرة الطريدة، بقضي أيامي بهيم على وجهي لكن في دنيا الخيال. ألجأ إلى الخيال الذي أجد فيه ما لم أستطع تحقيقه في دنيا الواقع. استمرت الحياة تتقلب بي، واستمرت نفسي تتقلب مع الأحداث والأحوال زي ما فتنضجها، مرة تؤلمها ومرة يعني إيه عشان تستوي، زي بالظبط ما اللحم بيتقلب على النار
علشان يستوي، كانت النفسية محتاجة إنها تتقلب على نار الأحداث والابتلاءات حتى تنتظم على هيئة معينة ربنا سبحانه وتعالى أراد لها إنها تكون. في ظل الظروف ديت، في آخر الأجازة الصيفية بقى قبل ما أبتدي الدراسة، كان ليا صديق كنا بنذاكر مع بعض، ويعني كان والده بيحبني. والده كان ضابط في الجيش وقت قيام الثورة، ولما أحيل للتقاعد تولى منصب إداري، هو منصب مدير رعاية الشباب لمحافظة الغربية، وكان مقرها مدينة طنطا. هو كان ساكن في الفيلا اللي أمامنا، وكنا أصدقاء، دايما أروح أذاكر مع ابنه زي ما حكيت قبل كده، وكنا نشجع بعضنا وهو الآخر. في يوم صديقي قال لي يا مجدي، بابا بيقول لك عندك مانع تيجي معانا رحلة صيفية للإسكندرية، تقعد أسبوع، هنقعد في معسكر هناك وهنلعب ونشوف البحر وحاجات بالشكل ده، نشاط شبابي يعني. فرحت جدا وحسيت إن الحياة خلاص بتبتدي تبتسم لي من جديد. كانت سعادتي بإن أنا رايح إسكندرية عروس البحر المتوسط اللي ما كنتش بسمع عنها غير في الكتب، كانت سعادتي كبيرة جدا. رحت قلت لوالدتي ووافقت بمنتهى البساطة والسهولة، وبدأت أجهز لي شنطتي علشان هنسافر إسكندرية بعد يوم ولا اتنين. واحنا ليلة السفر شنطتي جاهزة، فجأة بعد العشاء لقيت نفسي جالي صداع، بيحطوا ايدهم على راسي لقوني سخن مولع، حاولوا يدوني يعملوا لي نشا بالخل زي ما كانوا بحاجات مخوفة، مفيش فايدة، الحرارة مولعة. خدوني رحت للدكتور اللي في الحتة عندنا، كشف عليا وقال ده التهاب حاد في الجزئين، ولازم حقن بنسلين طويل المفعول، واحسن بنسلين عادي، واحسن يخش في روماتيزم في القلب، وحاجات اللي بيخوفوا بيها الاطفال لو ما التزموش بالعلاج. خافت والدتي مرة تانية ان انا ادخل في مشكلة صحية جديدة، فقالت لي احنا كده هنلغي سفرك. قلت لها، قعدت اعيط، قلت لها انا هبقى كويس على الصبح، ما مش هيبقى فيه حاجة، خف وإلى آخره. قالت لي لو على الصبح الحرارة بتاعتك ما نزلتش بقت كويس هلغي سفرك. حاولت إن أنا طول الليل أقعد أدعي يا رب خففني، يا رب أخف، يا رب السخونية تروح. طول الليل طاقة الحرارة ما راحتش. فالصبح بيسألوا عليا علشان الأتوبيس يجي ونروح الرحلة. اعتذرت والدتي ان انا مريض ومش قادر، جاله دور حمى مفاجأة. اخدوا صديق تاني غيري وراحوا للرحلة وانا بقيت. الكلام ده يوم السفر الصبح، الظهر حالتي اتحسنت بشكل درامي، الحرارة نزلت، الألام راح، كله ولا كأن في أي حاجة. الله، أمال إيه اللي حصل ده؟ ده كأنها حاجة مقصودة، ده عشان ما روحش معاهم. طبعا أنا في إيه، في يعني ما لقيتش حد يفسر لي هذا الحدث، إنه ده أمر قدري من صنع الله سبحانه وتعالى اللي يدفع عني شر كان مستخبي وأنا أجهله. لكن هيهات، أنا ساعتها انعكس الأمر على نفسي بصورة سيئة للغاية. لما يعني لو اعتبرنا الأمر ده قطعة من البازل، حطيته مع بقية قطع البازل التانية، قلت بس. طبعا مع قطعة البازل الأصلية اللي هي وساوس الشيطان تجددت حالة الأحزان اللي أنا كنت عليها، وبدأت أفكار غريبة تدخل لدماغي، أفكار غير اللي كان بيتم زرعه ليا عبر السنين الماضية،
الله لم يعد يحبك، الله يبغضك، انت ملعون مطرود من رحمة الله. وإلا ما كانش عمل كده فيك، إلا ما كانش منع عنك الرحلة اللي هي المرة الوحيدة اللي هتشوف فيها الدنيا وتخرج تستمتع. ربنا ابتلاك بمرض مش هتخف منه، وسلط عليك الناس يسخروا منك إلى ما لا نهاية، حتى فرصتك الوحيدة للحياة والاستمتاع بها اتحرمت منها. أنت لم تخلق إلا للعذاب. كلام طبعا، أفكار صارت تأتي على ذاكرتي كالسيل لا أستطيع أن أوقفها، وصارت الأفكار تتوالى كأنها تيار جارف لا يوقفه شيء. إن كلام والدتك ليس إلا مسكنات كاذبة بتضحك بيها عليك. أنت آن الأوان إنك تعيش حياتك، حياتك الباقية مش طويلة، أنت عمرك قصير ولازم ما تضيعش اللي بقالك منه في أحزان. هكذا صار الشيطان ينفث سمومه بداخل رأسي حتى تشبعت بالغضب والسخط. فقررت أمر ندمت عليه كتير، قررت إن أنا أترك الصلاة. لم يعد لها مبرر في نظري. إيه مبررها إن أنا أصلي للي خالقني اللي بيكرهني؟ وأصبح تمردي على الحياة هو سمتي الجديد للفترة التالية من حياتي. في السنة الدراسية بقى لما ابتدت وأنا بظل الظروف دي، فأنا لست على ما يرام، كنت قد أضعت طريق الصواب ولم أعد أعرف نفسي من أكون، كنت عارف أنا مين. وعرفت معنى الشقاء وضنك العيش على حقيقته، بالذات بعد ما سبت الصلاة. بقيت على عنادي ومنيا نفسي بتحسن الأمور، حتى دايما تتذكر إن أنا وأنا راجع من المدرسة كنت دايما بمشي عكس الطريق علشان أشوف العربيات اللي في مواجهتي. فكنت يعني ايه، وكنت دايما امشي فين؟ في الجزيرة الوسطى علشان ابعد عن عيون الناس. وكنت بقول لنفسي هي كلها كام سنة والناس دي بتموت، مين جيل جديد مثقف متعلم؟ ما كنتش بحسب ان وراء هذا التنمر هو البعد عن الدين، كنت بحسبها الجهل والابتعاد عن التعليم الدراسي هو السبب. انما يعني اكتشفت بعد كده ان في منهم متعلمون ومثقفون دراسيا هم اجهل من اللي كانوا بيتنمروا علي. لكن القضية كانت بعد عن الدين وافكاره ومبادئه وتوصياته، ده كان السبب. فكنت بمني نفسي ان الامور هتتحسن لما التعليم ينتشر والجهل يروح. وحاولت ان انا اعيش زي اغلب الشباب، لكني لم اكن كنس للشباب. خرجت العب بلا حساب ولا رقيب، تركت الدراسة جانبا، لم اعد اهتم بواجباتي كسابق عهدي، حتى صارت سلوكياتي مسار لكثير من الانتقادات الأسرية. لاحظت والدتي تغير أحوالي وغيابي المستمر عن البيت وخروجي مع أصدقاء السوء من المناطق اللي حوالينا. بدأت والدتي تلاحظ إن أنا بخرج معاهم دلوقتي، يعني لاحظوا التغيير الكبير ده. حاول أخويا الكبير الأكبر مني، مش الكبير خالص، ان هو ينبهني الغلط اللي انا بعمله. استهزأت بيه فضربني، تأثرت جدا من ضرب اخويا ليه. بس الشيء العجيب، اخويا وهو بيضربني كان بيضربني بالاقلام، بيصفعني على وجهي، كنت بشوف ايده وهي بتنزل على وجهي وما احسش بيها، مرة على خد اليمين مرة على خد الشمال، ضربات متتالية وكأنه كان بيحاول يصحيني. هو قال لي بعد كده انا كنت بحاول افوقك من اللي انت فيه وانت مش دريان، وكأني كنت واخد مخدر
أو سكران، وكان بيحاول يستفقني من اللي أنا فيه بتلك الضربات التي لم أشعر بها، ربما طبعا من توتر النفسي لما حاول يضربني مش عرفتش بالآلام، لكن الآلام النفسية اللي صاحبة ضربه ليا أثرت فيا بشكل مبالغ فيه أوي يعني، حتى إن خاصمته فترة طويلة جدا في 2 3 سنين، لأن مش مصدق إن الإيد اللي كانت تقطمها تدافع عني وترفعني لما أقع هي نفسها اللي بتضربني حاليا، لكن التمرد والعناد كانوا قد بلغ مني مبلغا كبيرا. فلما ما قدرتش أدفع عني الضرب اللي بيضربه ليا صرت أشتمه، ثم تطور الأمر وبدأت أشتم إخواتي، هنا البيت كله صعق. رغم إن إحنا كنا أسرة يعني متوسطة جدا أو بسيطة للغاية، يعني إيه أقرب إلى يعني إيه إلى حد ما تحت يعني تحت المتوسط، فإلا إن أمي كانت صارمة إنها كانت منع الشتايم خالص من البيت، كانت ممنوعة، كان اللي يشتم ده كان يعني عقابه مش عايز أطول مهول خرزان، فكانت الشتايم ممنوعة أساسا في البيت. فلاحظوا إن أنا بشتم ده ما بيجيب الشتايم دي منين؟ ده إحنا كنا مدين مدرسة خاصة، نسيوا إن المرحلة الإعدادية أنا دخلت مدرسة عامة فتعلمت فيها الشتايم، لكن ما كنتش بقولها، كنت بسمعها وببقى منبهر بإيه الشتايم دي وأسأل على معناها أحفظها في ذاكرتي، لكن ما كنتش بقولها. بدأت بقى أطلعها لما أخويا ضربني، فبدأت إيه أشتمه ويضرب فيا عشان أبطل، مفيش فايدة. بدأت أتلذذ بقى بإن أنا أشتم إخواتي، كانت صعقة وكانت أزمة نفسية عندهم لما لقوني بضيع المرة دي في مستنقع يعني إيه التردي الأخلاقي. هما حسوا إن في تغير كبير في حياتي، التجأوا لمزيد من العنف، لكن قلما يأتي العنف بنتيجة مع شاب في بداية مرحلة المراهقة. هما كانوا عارفين إن الضغوط النفسية اللي عليا من جراء البيئة المتدنية اللي أنا بعيش فيها هي وراء التغير الطارئ في سلوكياتي، لكن ما كانوش قادرين يغيروا شيء من الواقع، ولم تفلح أبدا معي جميع محاولات الإقناع اللي والدتي كانت بتكلمني فيها علشان تردني لجادة الصواب. ازداد عنادي ووصلت الأمور إلى طريق مسدود، حيث تحول كل من البيت والشارع بالنسبة لي إلى جحيم. كان رفضي ده هو مظهر لمحاولة تصريف الكبت الداخلي جراء الشعور بالظلم الاجتماعي، وكانت نفسي بهذا الشكل هي البيئة الخصبة التي تنتظرها البذور الشيطانية اللي تم فيها من خلال ابتلاء جديد هو أصدقاء السوء الذين التفوا علي بعدد كبير، وكنت بعد شابا ساذجا لا أعرف ألاعيبهم وطرقهم الملتوية، فصاروا يلتفون من حولي محاولين إفسادي. ونستكمل معاكم في الحلقة اللي جاية اللي حصل لي مع أصدقاء السوء، والسلام عليكم.